هو قادم، هي اسئله سريعه، وسؤالي الاول هو: من في رايك افضل مدرب في العالم في الوقت الحالي؟ سؤال حسنا. بالطبع هو سؤال صعب. حينما تصل إلى هذا المستوى وتستثمر الكثير من الأموال ويكون لديك العين اللازمة لاختيار اللاعبين، كل هذه مواصفات. أنا ليس لدي اسم، ولكن لدي احترام لبعض المدربين الذين أدوا أداء رائعا ودائما في القمة. الآن لدينا جوارديولا. جوارديولا متألق على مدى السنوات، وأيضا كارلو أنشيلوتي دائما هو يستطيع أن يقود الفرق والنجوم الكبيرة ويصل بهم للمقدمة في العديد من السنوات. هو على مستوى تدريبي رائع، وأيضا على المستوى الشخصي هو إنسان قبل أن يكون مدرب. ليس لا يعتمد فقط على القرارات والغرور الخاص بالمدرب، ولكن أنشيلوتي أيضا يستطيع أن يحل مشاكل اللاعبين، ليس فقط يدير الفريق. أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي. أفضل لاعب الآن. دائما أود أن أرى اللاعبين المبدعين. اللاعبون المبدعون هم من يقود الفريق للفوز. نرى في ليفربول ومانشستر سيتي، ولكن اللاعبين المبدعين كيفن دي بروين يؤدي بشكل رائع مع المنتخب. هو دائما لاعب مبدع. نعم يصاب كثيرا، ولكنه لاعب مبدع. يوجد لاعب جديد في مانشستر سيتي، ساعدني، دوكو، جيريمي دوكو. نعم أليس كذلك؟ هو لاعب رائع، لاعب مبدع كذلك. ولدينا أيضا محمد صلاح. لا يمكن أن نغفل محمد صلاح، وأنه من أكثر اللاعبين المبدعين الذين رأيتهم في حياتي. أيضا لاعب في ليفربول، أنا نسيت الاسم. لاعب شاب ربما اسمه أو يلعب في المنتخب الإنجليزي، ولكن الكثير من اللاعبين. لا يوجد لاعب واحد. ربما الآن في اليورو نرى لاعبين مثيرين للاهتمام. ربما امبابي، سيكون لديه السيطرة على لقب أفضل لاعب في أوروبا والعالم، سنرى. جوس هيدينج، المدير الفني الأسبق لريال مدريد وتشيلسي والمنتخب الهولندي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء على التلفزيون المصري، برنامج رقم 10.